ها هم أبطال كتيبة شهداء سودان جزيرة، يقومون بالتصدي للعصابات الأسدية من هذا القطاع، وهذا القطاع معروف بالقطاع الدولي. ماذا توجه رسالة لإخوانك المجاهدين وقادة الكتائب والألوية وقادة الفرق؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا واجب من واجبات الدنيا، بأن نرابط على ثغور أحد الثغور الإسلامية لننافح عن المسلمين، في ليس في سوريا أو دير الزور فحسب، بل العالم أجمع. فرسالتي إلى المتخاذلين من قادة الكتائب ومن الألوية التي تملك السلاح، أن تتوجه وأن تتوحد، ليس أن تتوجه فقط بل تتوحد مع باقي الألوية التي ترابط على مطار الوزارة العسكري، وأن توضع خطة محكمة للخلاص من هذا المطار، والتوجه بعدها إلى المحافظات الأخرى، فسوريا تستاهل أنه الإنسان يخدم لها دمه وماله، وهذا أقل ما نفعله. يعطيك العافية. الله يعافيك.